السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم من جديد. اشاد غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي بزميله النجم الجزائري رياض محرز واصفا اياه باحد افضل اللاعبين في العالم. وقال خيسوس في تصريحاته يتدرب يوميا مع رياض محرز ويمكن للقول انه احد افضل اللاعبين مهارة من الذين لعبت معهم. واضاف ترويضه للكرة ولمسته الاولى لا تصدق، هو لاعب مهم واثبت معدنه عندما كان لاعبا في ليستر سيتي. تابع غابرييل خيسوس: الآن هو معنا ويقدم في أداء رائع، يسجل الأهداف ويقدم تمريرات حاسمة في كل وقت. نحن بانتظار تعليقاتكم حول شهادة غابرييل خيسوس في النجم الجزائري والمتألق دائما رياض محرز. لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تجعلنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.